نسيتي يطلعوا الناس. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مدينة الدار البيضاء. اليوم كنتواجدوا مع أبو بكر اللي من أصول سنغالية، كان عيط ليه انفيتاه الفريق المغرب الفاسي، يعني فاش كان الرئيس السابق انفيتاه من السنغال باش يجي يلعب في فريق المغرب الفاسي، من بعد ما جا المغرب تبلوكا هنايا، ما سيناوش معاه الكونترا وخلاوه مبلوكي في المغرب وما لقاش الفلوس باش يرجع للسنغال. حاليا بغى يستعطف الرئيس الحالي للمغرب الفاسي اللي هو سي الجامعي باش يعطيه فرصه، يعني يلعب واحد الماتش الى عجبه يكمل معاه. غنخليكم مع ابو بكر. ابو بكر السلام عليكم. السلام عليكم. انا سميتو ابو بكر صديق جاي. شنو عندك؟ عندي دابا عندي 30 عام. عاود لينا شنو طرا لك؟ كان 2014 كان لعب في السنغال بريمير ديفيجن مع فرقه سميتو امور بتيت كوت. صيفط لي انفيتاسيون مغرب فاسي من السنغال، انا خديت جو الطياره جيت مغرب فاسي نيشان فاس ندير معاهم تيست مزيان. قال لي انا نعطيك كونترا وتسيني معايا. بون عيط لي اكس بي قال لي تيست مزيان انا نجيب لك كونترا تسيني معايا فينا الورقه ديالك. نقول لك كان كاينه الورقه ديالي معايا. قال لي صافي انا معاك في الكونترا. قال لي 150 مليون 15000 اورو و 1500 اورو بار موا يا مليون ونص. دابا صافي انا سيناهم ما جاش غد لين مسير لانتريتمون. انا سمعت في قرين لي زور قال لي كاين واحد سيدي بي لي سيني مع كازا بناني ولا سيني لي تما نسي لانترينمون مشي ارجع في لوتيل. انا عيط سعد اكسبي نقول لي كاين واحد دابا ثلاثه اترانجي باقي لي واحد. قلت لي انا اللي كتسيني والبارح ما سيني ما والو. دابا كنسمع واحد سيدي بي اللي سيني في كازا قال لي كاين مشكل دابا كلشي مرون في لي ديريجون ديال مغرب فاس. دابا انا نشوف شنو ندير. دابا انا قايد واحد سانتوس سميتو سانتوس نيمو 10 انا قايد كونترا ديالو و ندخلو نتايا. نقول لهم صافي ماشي مشكل انا نتسنى 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 حتى الاخر سانتوس مبقاش مشيو مبقاش مشيو. قال لي دابا شوف انا بغيت نتايا انا نشوف اش كندير نسيني لك كونترا نبريت لك ما واف ويدات فاسي بريت الفاس ويدات فاسي 6 موا اد لابتيما 6 موا اد اورجاي مايا. نقول لهم صافي نسينا حتى الاخر خويا عيط بريزيدون ديال واف ويداد فاسي وات في التليفون ديالو. انا مبلوكي هنايا بي ديالي 15 اليوم بي ديالي صافي سالي سالات بي ماشاش اورجاج ماشاش اورجاج السنغال. ديك الساعة انا كنلعب في السنغال. فاش كنتي كتلعب في السنغال؟ مبور بتيت كوت بريمييغ ديفيزيون مبور بتيت كوت وفرق سميتو مبور بتيت كوت. كنت تلعب في بريمييغ ديفيزيون كان لعبت منتخب كادي جينيور سينيور واسبوار لعبت منتخب كل شيء. فازاتك لوفر ديال المغرب الفاسي؟ انا عندي دي فيديو في يوتيوب عندي كل شيء. انا خديت مير بيتر في السنغال 14 البيت تما وريني السيفي كل شيء مع المغرب الفاسي هما شوف كل شيء عرف كل شيء فهمتيني. فاش دخلتي لعبتي شحال ماركتي؟ ما كتشو ما مغرب فاسي ولا ما مغرب فاسي
فوالا لابس ما ماتش اميكال ماتش شوش ماركيتو شي 5 بيت حلاكا ماتش اميكال ولانتقد ما بزاف ما قدرتش نقول لك لانتقد ما كل لانتقد ما ديرون مارك كارت لا بار افاسون وصافي هما خليني انا نرجع في فيس في كازا وقت طلعت مع واحد لي اونو لي دوما محسن عندنا ماك شي واحد بلوكيت سنايا انا نعاود لك انا نعاود لك واحد لافير انا نعاود لك واحد لافير اللي ما كنتش كول البارح دي سي سي 2016 واحد اجان سميتو اتمان سكنو في فيس اجان ديالي عاود لي كلشي قال لي انا عيط لي قال لي دوز من فيس انا ندوما فرق ديال الوداد فيسي ادوما اون تيس اكمل معهم لافير اللي قال لي اللي قلت لي اد سيني ما فهمتيني و اتمان عيط لي انا مشيت فيس انا وقفت مع اتمان هو ما مغرب فيس الديريجان ديال مغرب فيس كلشي عرفك ابو بكر دابا كاين في فيس كلشي كيعرفني دابا عرفت ابو بكر كاين في فيس هو ما عيط لي ديريكت قال لي تا جيتي في فيس علاش تا ديالنا انا بغيتو باغي سيني معايا كتجي عندك شي واحد اخر باغي يدوز لما ويداد فيس دابا شي نيشن لوتيل لوتيل سميتو اوتيل دو لا بي قال لي شي نيشن تما عايز اياتكم واحد شامبر تما انت كتورجا معايا كتسيني معايا انا اورجا سي في ويداد اورجا سي في اوتيل اتاينا اوتيل اوتيل دو لا بي اتاينا شامبر انا ديت شي معهم قالو كيعطيوك شي حاجه ولا عطاني شي حاجه شي 1000 درهم من سمينا هذا المغرب فاسي المغرب فاسي فاش كان الرئيس السابق رائع سان بريزيدون بنان خاصوش بغيت نقول لانسان بريزيدون انا باغي نقول لي خويا شي هو ما عرفش عرفت دير لي شي حاجه خايب ولا ما عرفتش فهمتي انا باغي نقول لي سي سي الله يرحم الوالدين سي سي جاي عندك هنايا في حي حساني جاي عندك في حي حساني سولو بانيني محسن انا خال ولدو ديرنا خال ولدو شكون عندك سيناتيو كونترا بريمير ديفيزيون بغيت شي كل اوكازيون ما بغيت شي اوكازيون باش لاما سوبر مان الرئيس الحالي الرئيس الحالي الجماعي جامي باينه اخويا ايدو ماشي الله يرحم الوالدين سي رئيس ديال الجماعي اي عطيني شي سي سي لاسانس شويه لاسانس انا عاود لابكورا ولا سكان عاود انا باغينا اخويا نقول لك انا دابا باغينا الدار باغينا الدار خويا ندخل فيه وليدات خويا راسي دابا بخير انا صبر معايا شي واحد فرقه شويه انا نرجع خويا اللي كاين ابو بكر فيل اللي كاين شي محسن لابشي فهمتيني دابا تا حنا بلوكيت شي صنايع عمر ما لابشي عمر ما ديرش حاجه ما عنديش الفلوس لا والو كاري ليا الوليدات خاصني اعطيهم ماكله خاصني اعطيهم بزاف ديال اللايفات فهمتيني دابا خاصني خويا شي الجامع الله يرحم والدين وصل لي ميساج مع رئيس ديال البناني بناني شي خاصك دير شي حاجه قول لي الله يرحم والدين جا عندك نيشان نحضروا انا وياك كيدير حال ولده سمعتيني دير لي حال ولده خويا انا باغينا شي واحد عاوني معايا الله يرحم لك الوالدين محسن خويا صافا ديما محسن شنو عاودينا شنو طرا لابو بكر واخا خويا باختصار شنو طرا ابو بكر اختصار اخويا هذا السيد هذا عرفته في 2014 كان على ما عاود ليا انه كان كيلعب مع المغرب الفاسي عيطوا ليه من السنغال من وراء هذاك لانفيتاسيون اللي صيفطوا ليه لعب معاهم لي ماتش اميكو مارك مارك البيوتا دونك افاسونتر على حسب كشي اللي شفت انايا وكيفاش كيلعبوا هادو لي بابي ديالو تبارك الله عنده ما يقول عفاك وبالنسبه ل احسن حاليا حاليا بدون زعك بدون مجامل من بين احسن لي زافاسونتر اللي كاين في البطوله دابا حاليا من بينهم شي افاسونتر كاينين دابا في الفراجه وكاينين في الوداد وكاينين في تطوان يعني هذا ما يبانش قدامهم هذا فور عليهم بزاف
غير هو سوء الحظ انهم ما تعطاتوش الفرصه اللي جابوا لهنا خوابيه وحشومه عليه بزاف. لحقاش هذا السيد هذا ما يستاهلش هادشي اللي طرا ليه. لحقاش ماشي كيف كنقولوا فهمتي واحد ولد عائله عمره ما خدم عمره ما عرف الخدمه ولا شي حاجه. السيد من صغره هو كيلعب الكره ومن الكره جا البريمير ديفيزيون في السنغال كان كيلعب ماشي كان كيلعب انما كان بيتور ديال السنغال بريمير ديفيزيون. ديجا كانت عنده واحد لانفيتاسيون ديال بلجيك دوزيام سيري وهو اختار المغرب كان كيسحب لي ان المغرب راه بحالو بحال الاوروب. قال لي منين جيت تصدمت قال لي شت الواقعه اللي واقع هنا وهذاك الشيء قال لي ما يمكنش هي داك الشيء اللي طرا لي ما بغيت طرا حتى شي واحد جاي مغرب على دارهم. حاليا شنو بغيت تقول انت الرئيس الحالي ديال المغرب؟ اسمح لي يا خويا نقول لك السي الجامعي هذا كيبقى بين لامتين وانما الرساله اللي غتوجه ديال بصح لهذاك على شنو بغيت نعرف شنو دار ليه شنو ذنب هذا السيد هذا اللي دار ليه هذه الحاله كامله. علاش بدلتي ليه المسار؟ ربي هو اللي كيرزق هو اللي كيدير اي حاجه. قال كاينين اربعه ديال اللاعبين الاجانب يمكن نزيدو هو الخامس ولكن علاش معيطين ليه النهار الاولاني وعلاش مسيفطين لي انفيتاسيون؟ سيد افيك بريسيون جا 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 جاي فرحان انه يسيني وكاينين اغراءات انكم غتسينيو ليه وانكم 150 مليون بريم سينياتور مليون ونص الشهر وابارتومون. الو السيد ولا كيحلم بشي حوايج بزاف بعد ليله وضوحها. السيد ولا خدام في ماكولات خفيفه وخدام الحمد لله احنا على قد الحال وانما هذه عيشه ما تعيشوش من القدام. من 2014 سبع سنين دابا كنبلوكي ما قدرش يرجع. كان جبد لي حس ديال الكره كيقول لي ما بقاش جبد لي هذاك الشيء. كنقول له يلاه نلعبوا غير ماتشات نتنفسوا شويه هذه يلاه غير بدل الجو. كيقول لي انا ما بقيتش باغي نلعب الكره. مو في حياته ذاك الرئيس بيان سور هذا الشيء من هذه المباراه هذا كنقول زعما كاين علاش هذا السيد هذا شنو دار لك؟ واش كاينه شي حاجه شخصيه زعما كاينه وراء الكواليس كاينه شي حاجه بينك وبينه السيد؟ ميم با 25 يوم كنتي كان كيتفائل انه غيسيني وغيرجع وحاليا راه تما في السنغال كاين شحال من واحد كيسحب السيد باقي كيلعب كره هو ما بقاش قادر يرجع حتى للسنغال يواجه الامر الواقع. لحقاش فريمون كون السيد غادي يتسطى لحقاش مشى تما وبنادم القريه ديالو مبور كاينه قريه مبور في السنغال كلشي كيسحب له مش ابو بكر مسيني في بريمير ديفيزيون انه ولا لاعب بروفيسيونيل انه ولا بزاف الحوايج الور كو السيد غير هو مخبي هنا في كازا الى متى غيبقى مخبي؟ الرساله ديالك اليوم الرساله كنوجهوا استعطاف للسي الجامعي لحقاش ماشي هو المسؤول على هذا الشيء كامل بحال بالاحرى انه السي بناني هو المسؤول 100% واللي كان زعما كاين خاصو ضروري يخرج بشي تصريح في حق هذا السيد هذا. والسي الجامعي هو كيبقى لينا حنا غير استعطاف حيت هو الرئيس الحالي وان راه المغرب الفاسي هنا فين طرات الامور في المغرب الفاسي ماشي في الوداد ولا في الرجاء ولا في خريبكا في المغرب الفاسي. الور كو مسيو بريزيدون ديال الجامعي راه هو الرئيس الحالي بغينا يشوف من حاله ويشوف فيه بعين غير فرصه فوالا يشوف فيه بعين الرحمه ويشوف فيه يديرو بحال ولده بحال اي واحد راح يعطيه غير فرصه يعاود يحييه فهمتي يشوف فيه الشوفه ديال المستقبل انه يعطيه فرصه يلعب خليه حداك حضنو. لحقاش راك عارف هنا المغرب راه ما كاينش باك صاحبي ولا كان شي حاجه ابار صح يعني كنطلبوا من السي الجامعي انه يشوف فيه من حاله. لحقاش فريمون ابو بكر المورال ما بقاش عنده باش يلعب كره يعني ماديا يعاونوا شويه ماديا ويدخلوا وان شاء الله ربي ما يحشموش. من بين احسن لي زافاسونتر كاينين في البطوله والا تعطاتو الفرصه غيكون غيضربهم ان شاء الله بسنه ضوئيه وهذا عندي اليقين. انا في هادشي عندي اليقين في ابو بكر وفي الله سبحانه وتعالى. كنتمنى غير من السي الجامعي انه يشوف هذا كنتمنى الصوت ديالنا يوصل وكنتمناو انه ياخذ بيد هذا السيد هذا. لحقاش ما بغيناش الهضره ديالنا تبقى تديها الريح حيت ديجا درنا واحد ديجا هضرنا في هذا الموضوع وتا واحد ما كاينش شي اذن اللي سمعتنا. كنتمناو ان هذا المنبر هذا انه السي الجامعي يشوف من حاله ويتكلف به. كيف ما سمعتوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في ابو بكر يعني كان في السنغال كان كيلعب في بريمير ديفيزيون من بعد ما جابوا الرئيس السابق ديال المغرب الفاسي باش انه غيلعب في المغرب الفاسي يعني بريم سينياتور ديال 150 مليون و 15000 درهم في الشهر. خوا به يعني وخلاه مبلوكي هنا في المغرب حاليا خدام غير في بانيني مع محسن لمده ديال 7 سنين هو خدام هنايا. اليوم بغى يوجه النداء ديالو للسي الجامعي الرئيس الحالي ديال المغرب الفاسي باش يشوف من حالو ويعطيه غير فرصه وحده باش يعاود يلعب
يعاود يلعب كره، وعلى ما سمعتوا على ما قالوا لينا انه من بين احسن راس حربه في المغرب. نتمنى هذه الرساله هذه توصل يعني وسي الجامعي يكون كيسمع هذا اللايف هذا ويشد يد ابو بكر، يعني باقي باغي يلعب كره، باقي باغي يهز عائلته، مابقاش عنده الوجه باش يرجع للسنغال، لحقاش كان كيسحاب لهم انه راه كيلعب في المغرب فاسي وراه عايش باخر. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه والى اللقاء.